قد يحدث أحياناً الحمل بتوأم أو ثلاثة توائم بالصدفة، وأحياناً أخرى تلعب عوامل محددة دوراً في ذلك. ونساء كثر يرغبن بإنجاب توائم، ويتطلب الحمل بعدة أطفال رعاية خاصة وتوصيات يحددها متخصصون لزيادة فرص الحمل بتوائم. فالحمل بتوأم يحدث نتيجة تخصيب بويضتين في وقت واحد، وقد يكون التوأم متطابقاً، وفي هذه الحالة يتم إخصاب بويضة واحدة ثم تنقسم إلى اثنتين وتتطور إلى طفلين يحملان نفس المعلومات الجينية تماماً. في المتوسط خلال كل 200 دورة شهرية تكون لدى المرأة دورة واحدة تحوي على الأقل بويضتان نشطتان في وقت واحد. وذكر عدد من الباحثين أن احتمالات الحمل بتوأم زادت خلال 30 عام الأخيرة نتيجة العديد من العوامل، من بينها تأخر سن الزواج والإنجاب. وبمرور السنين يزداد تركيز الهرمون المنشط للحوصلة في دم المرأة، مما يزيد من نضج البويضة. الإخصاب الصناعي: تخضع العديد من النساء اللواتي يعانين من مشاكل الخصوبة لعملية الإخصاب الصناعي، وفي حين أن الهدف يكون عادة تلقيح بويضة واحدة، إلا أنه قد يحدث في بعض الأحيان تلقيح العديد من البويضات في آن واحد، وبالتالي الحمل بتوائم. وغالباً ما تلجأ النساء للعلاج بالهرمونات، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نضوج عدة بويضات دفعة واحدة، وبالتالي حدوث الحمل بتوأم. تناول المزيد من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، إذ يقول العلماء أن هرمونات النمو من كبد الحيوانات تمر إلى الإنسان، وهذا الهرمون بدوره يؤدي إلى زيادة الإباضة. تناول حمض الفوليك بانتظام قبل الحمل. فحمض الفوليك يمكن أن يطلق الإباضة المتعددة، وهو ما يعني إطلاق أكثر من بويضة في كل مرة. بعد تجاوز سن 30 تميل النساء الأكبر سناً إلى زيادة فرص إنجاب توائم مقارنة بالنساء في العشرينيات من العمر. وجود تاريخ عائلي من التوائم من جانب المرأة، وإذا كان هناك توائم لدى كلا الجانبين من الأسرة، كما يمكن أن يحدث ذلك أيضاً عند الحمل مباشرة بعد التوقف من تناول حبوب منع الحمل.